سلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله في الفيديو ده احنا وصلنا تقريبا كده ان احنا يعني لحد ما عرفنا بعض التفاصيل المهمة في الاندرويد، وكافية ان احنا نقدر نرفع الاب بتاعنا على الستور، لان دي خطوة يعني مهمة جدا. بعد ما تخلص الاب بتاعك خالص بتيجي خطوة انك انت تبوش الاب بتاعك على البلاي ستور. قبل ما نعمل الخطوة دي احنا محتاجين ان يكون عندنا اكاونت على الجوجل بلاي كونسول. الاكونت ده احنا لما نلجأ له ان شاء الله هو مش فري، يعني انت بتضطر انك انت تدفع 25 دولار فقط للاكونت بس مدى الحياة. بقى خلاص، بقى انت دفعت ال 25 دولار دول مرة واحدة، ممكن ترفع اكتر من اب عليه اصلا. لكن بالنسبة للايفون او الاب ستور تقريبا بتدفع 100 دولار كل سنة يعني، فموضوع الحمد لله ان هو ايه، حنين. طيب خلينا دلوقتي تعالى نعرف ازاي نرفع الاب بتاعنا على الستور. ده المشروع بتاعنا خلاص، وادي الكلاسز والدنيا كلها معانا زي الفل. نبدا نخش على بيلد. من هنا بنطلع حاجه اسمها، في حاجه اسمها اي بي كي وحاجه اسمها جنريت سايند باندل او اي بي كي. ايه الاي بي كي فايل ده؟ الاي بي كي فايل ده انت لما بتيجي ترفع الاب على الستور انت ما بترفعش المشروع. انت المشروع بتاعك لو على الجهاز بتاعك 200 300 400 500 ميجا، اكيد انت مش هترفع الحجم ده كله. انت بترفع او بتطلع من المشروع ده ملف صغير، الاكستنشن بتاعه اسمه اي بي كي. الفايل ده المفروض ان هو بيبقى حجمه صغير جدا، بترفع على الستور وتقدر من خلال الفايل ده تبعته لاي حد ويعمل انستول للاب بتاعك. فانت هو ده الفايل انت بتطلعه. فاحنا بنختار جنريت سايند اي بي كي. من هنا بيطلع لي بيقول لي انت عايز تختار اندرويد اب باندل ولا اي بي كي. فانا هقول والله اي بي كي، هما الاثنين تقريبا واحد، بس في الفرق ما بين الاب باندل بيعمل ايه، ريسايز للابلكيشن، بيكون الحجم بتاعه صغير شويه وفي بعض الفيتشرز، بس احنا بالنسبه لنا الاي بي كي يعني ايه، كافي يعني. فانا هدوس على الاي بي كي، ثم بعد كده بيدخلني على فورم الكي ستور باس. ده المفروض ان انت لكل ابلكيشن بترفعه على الستور بيبقى ليه كي. الكي ده المفروض ان هو يونيك، والمفروض ان هو يكون تحفظه في مكان مهم جدا جدا، لان انت من غيره انت حرفيا مش هتعرف تعمل ابديت للابلكيشن بعد كده على الستور. الفورم دي اهم من حياتك يعني، الفورم دي اهم من حياتك يعني. انت الحاجه اللي هتعملها دلوقتي دي لازم تخزنها ولازم تكون عارف مكانها فين بالظبط، عشان لما تيجي بعد كده تعمل ابديت للابلكيشن على الستور لازم ان انت تختار الكي ستور باس ده. فانا هقول والله انا في الحاله دي انا ما عنديش اصلا كي ستور باس، فانا هعمل ايه، هكريت واحد جديد. فهقول له والله الكي ستور باس مثلا انا هخزنه فين، خليني اخزنه عندي مثلا على، انا عندي وورك هنا ممكن اخزنه، او ممكن اخليه مثلا على الديسكتوب واسميه مثلا ايه، ميتا ايدياز بالشكل ده، وهعمله سيف. فهيقول لي الباسورد، بدخل الباسورد، حاول الباسورد برضو ما تنساهوش. الالياس ده برضو It's هديله، 5 o'clock. الالياس ده برضو هديله الاسم بتاع الاب بتاعي، وبعمل له برضو باسورد. دلوقتي بيقول لي الفيرست نيم، فهقول له اسلام مدحت. الاورجانيزيشن يونت مثلا هقول له مداحيته، بما ان انا الاب بتاعي على الكونسول اسمه مداحيته. الاورجانيزيشن برضو هقول له مداحيته، انت ممكن تحط هنا اسم الشركة وكده يعني. السيتي هقول له جيزة، بعد كده هقول له ايجيبت، بعد كده هقول له الكاونتري كود 02 واعمل اوكي بالشكل ده. كده الراجل عمل لي ايه، الكي ستور باسورد والكي الياس والكي باسورد بالشكل ده. ممكن اقول له ريمبر مي، بس خد بالك لو انت الجهاز بتاعك ده لو جهاز شخصي دوس ريمبر مي عادي، بحيث انك بعد كده قدام يبقى هو عارف الكي ستور بتاعك. لكن لما بتشتغل على جهاز الشغل او حاجه بلاش تعمل ايه، ريمبر مي. فهقول له نيكست بالشكل ده. انت عايز تطلع ديباج ولا ريليز؟ انا هطلع نسخه ريليز. ريليز يعني للبرودكشن، اللي هو ايه، بتلاقي كده في التيم اللي انت شغال فيه يقول لك يلا هنطلع ريليز النهارده، احنا هنطلع يعني هنبوش، هنطلع لايف، هنحط الاب على الستور. فانا بطلع اي بي كي ليه؟ عشان انا هعمل نسخه منه ريليز، هطلعه على الستور، وبسلكت السيجنتشر الفيرجن 1 والفيرجن 2 فول اي بي كي سيجنتشر، وبقول له فينيش بالشكل ده. لو في اي مشكله هتقابلنا وهو بيعمل اي بي كي هتضرب معانا دلوقتي، لو في مثلا فايل صوره في مشكله بالظبط كده. ده اللي حصل معانا دلوقتي، ان في صوره عندي هنا المفروض ان هي ضربه، صوره الصوره دي الجي بي جي او الجبل ده تقريبا مش بيسبورت البي ان جي، فانا محتاج ان انا انزل اي صوره بدلها. خلينا اقول له ماونتينز مثلا كده،
واجيب اي صورة بدلها كده تكون خفيفة والريزولوشن بتاعها حنين، فممكن اجيب حاجة زي كده. هو ده ايه ده الريزولوشن بتاعها عالي، هقول له ماونتينز مثلا بي ان جي، واجيب حاجة زي كده بسيطة خالص واقول له سيف الايمج دي على الديسكتوب واقول له ماونتينز بالشكل ده. وخليني اروح عندي في الدراب والفايل، انت لما بتيجي تطلع الايبك بتاعك لو في اي مشكلة بتضرب بالشكل ده تمام، فهقول له ديليت، هيقول لي انت مستخدمه قبل كده، هقول له مفيش مشكلة ديليت اني واي. هبدأ ان انا اخد الصورة دي وارميها عندي في الايه الدروبل. ادي كده الماونتينز انا كنت مستخدمه فين، الماونتينز ده اكيد في الكلاس بتاع الراندوم هايست ماونتينز. هبدأ ان انا اديله في الايمج فيو، هو اصلا كان للشو تقريبا مش اكتر يعني. ف تعالوا كده نشوف الاي دي بتاعه التكست والايمج بالظبط بدل ايفرست، هقول له بس ايه ماونتينز بالشكل ده. تعالوا دلوقتي نعمل نطلع تاني الاي بي كي، هو كده كده هيكون مخزن الفورم بتاعتنا، فهقول له نيكست نيكست وهقول له ريليز واقول له فينيش، لو في اي مشكله تاني برضو هيقول لي. بيعمل بيلد المشروع وبعد كده بيجنريت الاي بي كي، بعد كده هيقول لي انت تمام زي الفل. هنا بس في بعض الملحوظه كده بيقول ان انت خد بالك في حاجات انت مستخدمها شويه ممكن تستخدمها كاوفر رايد او هي فيها ديبريكيتد حاجه منتهيه يعني، بس دي وورنينج مش سامة يعني. وبياخد وقت شويه كده نسيبه براحته، وبعد ما يخلص هيقول لي يا باشا انا طلعت لك الاي بي كي حلو جدا، طلع لي فعلا الاي بي كي ظهر اهو. هقول له لوكيت، فبدوس على اللوكيت بيجيب لي مكان الاي بي كي جوه الريليز، هنا هلاقي اي بي كي ريليز، هو ده الايه المشروع بتاعي حجمه 35 ميجا، وده عشان انا مدخل فيديوهات في المشروع مانيوال او لوكال يعني، فالابلكيشن شويه ايه حجمه يعتبر كبير يعني. لكن ده الاي بي كي بتاعي، انا ممكن اعمل له رينيم عادي يعني، ممكن اسميه هنا مثلا ميتا ايدياز بالشكل ده. دلوقتي نرجع بقى ايه، خلاص انا طلعت الاي بي كي، دلوقتي انا جاهز ان انا ابوش الاب بتاعي على البلاي ستور. فكل اللي هعمله هاجي في جوجل سيرش هنا واكتب جوجل بلاي كونسول تمام، وابدا اخش على الجوجل بلاي كونسول. حلو جدا. دلوقتي هو بيدخلك على خانة انك انت تعمل اكونت جديد، بس انا في الحالة بتاعتي انا اوريدي معايا اكونت على البلاي كونسول. اوكي، قال لي انت اوريدي عامل اكونت وانت اوريدي دافع الريجستريشن في اللي هي الفيس بتاعت الاكونت اللي هي 25 دولار. لو اول مره تعمل اكونت انت بتدوس نيكست نيكست عادي، بيقول لك حط الفيزا، بتحط الفيزا بيخصم 25 دولار، بيقول لك انت زي الفل ويفتح لك الايه الداشبورد دي. فانا دلوقتي ده الداشبورد بتاعتي اهي، انا اوريدي عندي اب 2 3 4 على الستور، منهم واحد مرفوض اهو. دول الاب على الاكونت الشخصي، بس في ابس تانية ليا على الستور بس تبع شركات تانية يعني. ف دي الداشبورد اللي عندك المفروض اول ما بتفتح الاب بتاعك، لو انت عندك ابس بتظهر لك هنا زي ما هي ظاهره لي دلوقتي كده، والريتنج بتاعها وكم واحد منزله والكلام ده. لو انت ما عندكش اب على الستور بتلاقي الدنيا فاضيه. فانا في الحاله بتاعتي انا هو ليه ده مرفوض الابليكيشن ده؟ اترفض عشان حاجه ليها علاقه بالبوليسي والبرايفسي، ان انا الابليكيشن ده انا مسميه ميجا وحاطط اللوجو بتاع ابليكيشن ميجا اصلا، وكنت هو كان ابليكيشن برضو يعني كان الغرض منه ان هو تعليمي، فما اهتمتش بالديزاين او ما اهتمتش بالصور اللي انا واخدها من على النت يعني، فهو اترفض يعني. ممكن ان انا احل المشكله دي ان انا اقول له خلاص انا مش عايز احط بوليسي وبرايفسي، بس ده هيخلي الابلكيشن بتاعي يتحط له زي نوت كده على البلاي ستور يقول لك ان الابلكيشن ده مش متاح لاي حد تحت 13 سنه، فدي حاجه مش كويسه يعني، لكن حلها بسيط برضه. طيب فانا في حالتنا دلوقتي احنا هندوس على كرييت ابلكيشن، فانت هتسمي الاب بتاعك ايه على الستور؟ هسميه ميتا ايدياز بالشكل ده. اللغه بتاعتي هتكون انجليزي، هو ابلكيشن ولا جيم؟ هقول له لا ده ابلكيشن. هو ببلاش ولا بفلوس؟ هقول له لا ببلاش. هقول له ماشي انا بكونفيرم ان انا بمشي على البوليسيز بتاعه الديفلوبر بروجرام وانا بتبع سياسات القوانين بتاعه ايه الاكسبورت بتاعه امريكا، وهقول له كرييت الابلكيشن بتاعي.
كده انا كريت ابلكيشن على الكونسول، هبدا بقى ان انا ايه احط التفاصيل بقى، السكرين شوتس والديسكريبشنز والملفات اللي هو عايزها كلها. فبعمل ايه؟ بخش الاول على المين ستور ليستنج من هنا جوه الستور بريسنس اللي تحت الجرو، وبقول له والله الاب نيم بتاعي ميتا ايدياز الشورت ديسكريبشن، هقول له this is a full app of meta ideas you can use مثلا daily، ممكن تستخدمها كل يوم، على اساس بقى ان هو في كالكوليتور وفي كرنسي كونفرتر او قصدي تمبريتشر كونفرتر، في جوجل ماب، الحاجات دي يعني. فهو ابلكيشن ممكن تستخدمه في اي وقت يعني. الفول ديسكريبشن بقى ممكن تقول له والله this application مثلا includes meta ideas like مثلا واحد كالكوليتور، اتنين مثلا تمبريتشر كونفرتر، تلاتة ممكن تقول له مثلا جيمز لايك كونكت 3، ممكن تقول له مثلا جيت يور كارنت لوكيشن يوزنج جوجل مابس، ممكن تقول له اكسسنج اي بي اي، ممكن تقول له ايه تاني مثلا، كل الابس بقى اللي عندك يعني. انت الفول ديسكريبشن ده انت ممكن انت ايه فيل فري انك انت تكتب الديسكريبشن بتاع الشركه بتاعتك والاب بيعمل ايه والتفاصيل دي كلها. ممكن بس نصلح كده السبيلنج بالشكل ده. طيب حلو، الخطوه اللي بعدها بقى محتاج مني الايقونه، فالايقونه لازم يكون مقاسها 512 في 512. فالايقونه بتاعتنا خليني اجيب الايقونه، هي كانت فين؟